كل واحد فينا حياته تدفع عمل درامي. آه كل واحد فينا عنده مفارقات في حياته وعنده مراحل في حياته وعنده نقاط توقف وعنده نقلات في حياته وحكايات مش موجودة عنده هو بتاعته هو بس. فأكيد طبعاً ليه لأ، لو عملنا حياتي مسلسل هتبقى جزء واحد ولا كذا جزء، لا هتبقى 30 جزء إن شاء الله. حياتي فيها مفارقات كتير. حصلنا في حياتي كل الألوان، دراما، كوميدي، سسبنس، تراجيدي، أكشن، يعني كل حاجة موجودة إن شاء الله. هي مواقف الأكشن كلها في حياتي هتبقى خاصة بالتصوير والمواقف اللي بتحصل أثناء التصوير والحوادث اللي بتحصل أثناء التصوير، لكن في الحياة الطبيعية ساعات بيبقى في مواقف طريفة طبعاً كتير، بس أنا ما يحضرنيش حاجة معينة يعني، بس هتلاقي طول الوقت في أحداث. أنتوا بتسمعوا دراما شخصية مع الفنانة سمية الخشاب. الدراما أكيد موجودة في كل حياة حد فينا، يعني أكيد يعني حياتي أكيد كان فيها حاجات كتير دراما يعني أكيد. هو أكتر دراما حصلت لي في حياتي طبعاً هي والدي الله يرحمه طبعاً اتوفى، فدي كانت أكتر وقت يعني تأثرت فيه قوي، وكانت فعلاً فترة تراجيدي يعني. الكوميدي بقى وقت المدرسة بقى، وقت الجامعة والهزار والمقالب اللي كنا نعملها في بعض كزمايل يعني، دي كانت مواقف كوميدية كتير قوي قوي يعني. الرومانسي طبعا اكيد في رومانسيات كتير في حياتي، اكيد عشت فتره رومانسيه وفترات مراهقه زي كل البنات اكيد يعني. مش فاكره بقى قوي قصص رومانسيه، بس يعني كان يمكن اول حب وانا في الجامعه يعني، ده كنت افتكر، بس قبل كده ما كانش في وقت فرصه ان انا احب، ما كانش مسموح لي، كان في رقابه في البيت جامده جدا يعني. رعب؟ لا ما وصلتش لدرجة الرعب في حياتي يعني، ما ترعبتش لا في حياتي الحمد لله، ما فيش حاجة ترعب يعني. أخويا كان بيخضني وأنا صغيرة، يقف على الحيطة كده وهو عادي يقول يصرخ كده حاجات كده، بس يعني ما كانش رعب بمعنى كلمة رعب يعني. فلكن كان حتى فكرة الضلمة، معظم الأولاد وهم صغيرين بيخافوا من الضلمة، بس كانت ماما دايما تعودنا إنه ما نخافش من الضلمة، وإحنا أطفال شجعان ولا بنخاف من الضلمة، ولا حد فينا جبان يعرف يقول كلمة ياما، دي كان دايما محافظانا النشيط ده يعني، ولو النور قطع بقى يعني قبل ما نوصل للشمعة عشان نجيبها نقعد نقول وإحنا ماشيين بقى إحنا أطفال شجعان ولا بنخاف من الضلمة ولا حد فينا جبان يعرف يقول كلمة ياما كده يعني. انتوا بتسمعوا دراما شخصية. بطولة في جوه حياتي يعني، هو بصي في الحياة الطبيعية لا يمكن تبقي بطلة لوحدك ابدا، دايما الفيلم في الحياة الطبيعية او في الحياة الخاصة او المسلسل في حياتك كإنسانة دايما هتلاقي بطولة جماعية دايما يعني، حتى في التمثيل ما فيش حاجة اسمها بطولة مطلقة أو بطولة أنت لوحدك بطل حاجة، ما حدش بيعرف يعمل عمل فني وهو لوحده اللي في الفيلم أو في المسلسل. طب وبقية الأشخاص مين اللي هيجسدهم؟ هيفضل يمثل لوحده كده؟ طب ما الناس هتمل. ويمثل لوحده إزاي يعني؟ واحد عايش لوحده طول الوقت ما بيتكلمش مع حد مثلا، مش منطقي يعني. يعني ما أعتقدش أنه ممكن واحد يبقى بطل حتى في الحياة لوحده في الدنيا، لا أكيد هتلاقي معاه أبطال تانيين في الحياة شاركوه مواقف وشاركوه أحداث وشاركوه سنين طويلة من حياته. يعتمد على وجود الشخص في حياتي، أحب أكون ضيفة شرف في حياة أي حد أو أني موجودة بمساحة كبيرة قوي في حياته، يعتمد على وجود الشخص ده ومكانته إيه ووضعه إيه في حياتي. لو صديق أو صديقة حلو إنك تبقي خفيف خفيف يعني، يا بخت من زار وخفف تبقي صديقة خفيفة، لكن وقت ما يبقوا محتاجين لك أو محتاجين دعمك فهتبقي موجودة بقوة. لكن لو حد أنت هيكون شريك حياتك، لا طبعا هيبقى طبيعي إن يكون لك الوقت الأكبر أو الحجم الأكبر في مساحة الحياة في حياته، مش هتبقي ضيفة شرف أكيد ما حد يبقى شريك حياتك يعني. انتوا بتسمعوا دراما شخصية مع الفنانة سمية الخشاب. اعداد وتنفيذ ايناس سلامة الشواف. كنت في حياة حد زي المخرج وانا اللي بزبط له كل حياته، وقصدك انه انا اكون الجندي المجهول في القصة يعني. حصلت كتير لان بطبيعتي عطاءة ودايما
باجي كنت على نفسي علشان أضبط اللي قدامي أو أخلي حياة اللي قدامي حياة حلوة سوية مظبوطة، أسعد اللي قدامي وأسعد اللي حواليا. فكنت كتير كتير باجي على نفسي، وببقى دوري في الحياة دوري كسمية مش باين مش واضح على الشاشة، لكن مؤثر جدا في الآخرين اللي هم أنا بدلهم وقتي وتعبي وصحتي وطاقتي كلها. ده مليون في المية مظبوط علي. الأبطال اللي في حياتي اللي أتمنى يبقوا مكملين معايا طول المسلسل طبعا ماما حبيبة قلبي هي أهم حد في حياتي، وأخويا طبعا وولاده دول أهم أعضاء في منظمة حياتي. هل كان في حد كان دوره صغير وكبر معايا مع الأحداث؟ أكيد في أصدقاء مع الوقت ومع السنين ومع العشرة دورهم بيبقى أساسي في حياتي وبيبقى دورهم مؤثر وإيجابي جدا في حياتي، وبستعين بيهم في اتخاذ قراراتي، بستعين فيهم بيهم في وقوفهم جنبي في بعض المواقف في حياتي أكيد. انتوا بتسمعوا دراما شخصية مع الفنانة سمية الخشاب. أكيد النوع اللي هيبقى الناس اللي وجودهم زي كومبارس في حياتي هم الناس اللي مش بيحبوني قوي أو ما بيستهلوش الحب بتاعي، فبحط دايماً علامة استفهام جنبهم وببقى لهم دور بس مش دور رئيسي في حياتي. في كتير كان ليهم أدوار شرف في حياتي وأثروا فيها وسابوا ذكرى حلوة قوي في حياتي، معظمهم أصدقاء يعني بس دلوقتي مش عايشين في مصر، سافروا بقى وبقى لهم حياة خاصة وكده، لكن كتير كتير أصحاب كان دورهم كان دور الشرف عاملينه بجدارة يعني، بس مشاهد تتعدى على الصوابع في الحياة لكن مؤثرة جدا وثابت أثر جميل. كام مصدر سين في حياتي؟ لا كتير قوي، كتير مساطر كتير مصدر سينز في حياتي أكيد. مرحلة الطفولة مصدر سين، مرحلة الجامعة مصدر سين، مرحلة دخولي للفن مصدر سين، مرحلة تألقي في الفن مصدر سين، مرحلة إنك أنتي تعرفي مين عدوك ومين حبيبك ده ماستر سين لوحده، مرحلة انك تبقى عندك اصدقاء معدودين على الصوابع وتحتفظي بيهم خلاص وتقولي انا اكتفيت بكده ده ماستر سين، مرحلة اكتشاف ناس كنت فاكراهم ان هم كويسين جدا واكتشفتي العكس مع الوقت ومع الحياة ومع التجارب ده ماستر سين. فكتير ماستر سينز في الحياة. انتوا بتسمعوا دراما شخصية مع الفنانة سمية الخشاب. ما احبش اشيل مشاهد في المونتاج في حياتي لانه بحلوها وبمرها هي حياه ولازم اتقبلها، وانا مش من النوع اللي بيهرب، بحب دايما اواجه وما بهربش من الماضي. يعني الماضي بقول مهما كان سيء فاكيد كان حلو وفي حاجات حلوه، فمش من الناس اللي تمحي تعمل ديليت، ما بحبش اعمل ديليت للي فات. في مشاهد في الحياه اتمنى لو اتعمل لها اكشن تاني مره تتعمل بشكل أفضل، يا ريت كان ده ينفع، بس ما فيش حاجة في الحياة اسمها أكشن تاني مرة، بتبقى في أحداث في حياتنا وفي ذكريات بتعدي وبتروح وبتيجي بعدها حياة تانية وأوقات تانية وأحداث تانية، لأنه الزمن ما بيتوقفش. لو كان الزمن بيتوقف أو بيرجع تاني لورا زي ما بنعمل مرشدير كده بالعربية كنا عملنا أكشن تاني مرة، بس لا ده صعب، الساعة بتمشي ما بترجعش تاني لورا. لا عمري ما نافست اللي حواليا لاني لو فكرت في اللي حواليا عمري ما هتقدم خطوه، لكن انافس نفسي هي طبعا انه المنافسه مع النفس هي انك انت تحاول تصلح من نفسك، تحاول تبدع اكتر، تحاول تصلح اخطاء كنت بتقع فيها قبل كده، تحاول تكتسب خبرات جديده فتصلح حاجات او تجدد حاجات او تبدع اكتر او تجود من ادائك في الحياه اكتر من اللي فات، ده بيجي بالخبره. انتوا بتسمعوا دراما شخصية مع الفنانة سمية الخشاب. اعداد وتنفيذ ايناس سلامة الشواف. عمر الحياة ما هتغير طبع فينا، يعني مثلا الطيب هيفضل طول عمره طيب، عمره ما هيقدر يتحول يبقى شرير مهما شاف في الحياة من ألام ومن مصاعب او مهما تعرض لصدمات او مهما الدنيا ضايقته او عندته، مش هيقدر يتغير لانه الطيب يفضل طول عمره طيب، والمش طيب يفضل طول عمره مش طيب، مش هيقدر يتغير منه لنيته سليمة يفضل طول عمره نيته سليمة مهما حصل له مش هيعرف يتغير. ده طبع أكيد طبعا في الحياة العادية أكيد الدور بيبقى ثابت أو الطباع الأساسية المكونة لشخصياتنا هي موجودة مش هتتغير أبدا،
بمثل ساعات ان اكون شريره عشان ساعات بعض الناس بتتطلب بالمعامله معاهم انك تبين لهم انك مش سهله وانك مش طيبه، لانه مرات الطيبه بتتفهم حاجه تانية، ولكن بفشل. انتوا بتسمعوا دراما شخصيه مع الفنانه سميه الخشاب. امتى كان في حياتي دور مركب؟ أكيد في الشخصيات اللي مثلتها في حياتي كفنانة عملت الدور المركب ده، لكن في حياتي الطبيعية ما عرفش أعمل دور مركب أبداً. أكيد شخصيتي اتطورت مع مر الأحداث، لأن الخبرة بتخليك تعرف وتتعامل مع الجديد أكتر من اللي فات. الخبرات واكتسابها والأحداث ومر الوقت، وإنك تتعرف على ناس جداد، وإنك تشوف حاجات جديدة، وإنك يبقى في حياتك ناس جداد، كل ده بيديك خبرات جديدة في الحياة. في الحياة العادية اللوك عندي مش منفصل عن الأحداث، كل حدث وله لوك خاص بيه، وما ينفعش يبقى شكلي في لبسي في حدث معين مش ملائم ليه، وإلا هتعرض لانتقادات شديدة، وأنا محبش إن حد ينتقدني في حاجة فيها أصول. يعني الأصول إنك أنت مثلا الصبح نازل هتخرج، فلازم تبقى لابس لبس الصبح لبس النهار، ما ينفعش تنزل الصبح بتلمع ولابس ترتر مثلا، أو ما ينفعش الصبح تبقى لابس بيجامة ماشي فيها في الشارع. يعني في حاجات ما ينفعش، يعني لازم كل حاجة تبقى لها اللوك المناسب ليها. أنا أتمنى النهايات السعيدة، وأحب النهايات السعيدة، وأحب الأفلام اللي نهايتها سعيدة، حتى في الأفلام القديمة بتبقى نهايات جميلة جدا. في مواقف حياتي أتمنى أن الخير ينتصر على الشر، لكن مش دايما، بس هو طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى دايما، يعني الإنسان اللي مؤمن بجد هيبقى عارف ومتأكد أنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وفي النهاية الخير هو اللي هينتصر، لأن الخير أقوى من الشر. الخير طاقة نور والشر طاقة نار، فالنور أقوى من النار. انتوا بتسمعوا دراما شخصية مع الفنانة سمية الخشاب. إعداد وتنفيذ إناس سلامة الشواف. في حاجات بنبقى زي النص، ساعات بيبقى مسيرين أو مخيرين كنص، لكن في حياتنا في حاجات بنبقى مسيرين فيها، في حاجات بنبقى مخيرين. الحاجات اللي مسيرين فيها ملناش اي يد وما نقدرش نتحكم فيها، لان دي بتبقى اقدار. لكن مخيرين في حاجات بتبقى عقلك بيقول لك اعمل ده او ما تعملش ده، ده صح وده غلط، ده اللي نقدر نتحكم فيه في الحياه. في حياتنا اغلب حياتي في توازن بين الارتجال وبين النص. كتاب حياتي يا عين. كتاب حياتي يا عين.